أظن مفيش أبشع من الجريمة اللي الناس كلها بتتكلم عليها بقالها يومين تلاتة. الطفلة جنة الله يرحمها 5 سنين تعرضت للتعذيب على إيد جدتها هي وأختها، تعذيب في أماكن حساسة في الجسم. الطفلة اتنقلت للمستشفى من كتر الإصابات اللي عندها، اضطروا يعملوا لها عملية بتر لرجلها وتوفت بعد كده متأثرة بجراحها. مأساة كبيرة العالم العربي كله بيتكلم عليها، وفعلا محدش فاهم هذا التعذيب سببه ايه او ايه الموضوع او ايه الحكاية. اختها كمان تعرضت للتعذيب بواسطة نفس الجدة. معانا اشرف ياسين محامي الطفلة جنة. اهلا استاذ اشرف. اهلا بيك عمرو بيه. اشرح لنا ايه الحكاية، ايه الموضوع، ايه اللي حصل؟ والله هو الموضوع لا يتصوره عقل. يعني القصة في البداية ان طفلة اتعذبت، تنفسها بدأ يتوقف، خدتها وراحت المستشفى. من راحت المستشفى الدكتور اكتشف التعذيب، هي هربت تصلب والدها، بعد كده راح وبعد كده نقلوها على مستشفى الدولي في المنصورة. وبعدين تولت الأحداث بعد كده، غرغرينا في الأجزاء السفلية، غرغرينا في القدم اليسرى، تم بتر القدم اليسرى، وده كله من أثار التعذيب والحرق. بعد البتر جه تقرير طب الشرع النهاردة أن الوفاة كانت نتيجة أثار التعذيب بالحروق، فأدى إلى صدمة عصبية توقف حضر القلب لها الله يرحمها. أنا فهمت أن جدتها كانت بتعذبها عشان التبول، يعني أن الطفلة فهي كانت بتعذبها عشان كده. والله هي النهاردة بتتكشف الصورة كلها، لأن هم بعد الخبر الوفاة امبارح بعتوا الطفلة الأكبر منها، هي على فكرة جنى مواليد 2015 شهر 6، يعني عندها 4 سنين وشهور. الطفلة الثانية عندها 6 سنين. الطفلة الثانية عندها 6 شهور 6 سنين. الطفلة الثانية لما بعتوها عمتها شافت الآثار اللي موجودة فيها، راحوا المستشفى الفجر، احنا معاها من الفجر، اكتشفوا نفس آثار التعذيب بل أبشع، لأن أماني لها ضفرين في إيديها مخلوعين ببنسة، بنسة اللي هي بيستخدمها الكهربائية، خلعت الضوافر بتاعتها. قمة مش عارف. طب الأم دي اتعمل، الجدة دي اتعمل في إيه؟ هل تم القبض عليها؟ هل أنا فاهم من حضرتك في النيابة دلوقتي؟ أيوة، احنا لسه التحقيق مستمر معها لحد دلوقتي. هي اتحرست 4 أيام واتخلى سبيلها، النيابة العامة استأنفت، اتلغى إخلاء السبيل، وخدت 15 يوم على ذمة التحقيقات، وهي ما زالت محبوسة من يوم ما تم القبض عليها حتى الآن. طب هي قالت إيه أو قالت ليه أو يعني إيه السبب دي ضناها يعني؟ والله أنا شفت موقف غريب جدا في مكتب المباحث لما بيسألها رئيس المباحث على إن أنت عذبت البيت، فبتقول له لا أنا بقالي أسبوع هنا، هو على فكرة أثار التعذيب في أماني أكتر من أسبوع، يعني التعذيب اللي موجود فيها من أكتر من أسبوع. فقالت له ده أنا اللي موجود معاها أمها، فبتلقي بالتهمة على بنتها، بنتها هي. واللي بتطبق المثل لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، هي بتطبقه، فعايزة تلبس البنت هي تدخلها السجن وهي تنجو. تدخل بنتها وهي تنجو، دخل بنتها السجن. مفيش يعني تسببت في مقتل حفيدتها وعايزة تدخل بنتها السجن عشان تنجو هي. يعني وأماني لما اتسالت طب هي بتعمل معاك ليه؟ قالت لو فتحت التلاجة، لو كلت رز زيادة، تعذيب بدون سبب. فتحت التلاجة تبقى جناية ارتكبتها. طب هو والدهم فين يا فندم؟ والدهم كفيف، وكانت هي سابت ولادها الاتنين دول، وجنى عندها الله يرحمها عندها 6 شهور، وراحت عند امها
ودخلوا في قضايا لحد شهر 12 9 12 خدت حكم بضم حضانته. يعني هم راحوا عندها بقالهم 10 شهور تقريبا. يعني هي رفعت قضيه عشان تاخدهم، عشان تاخدهم تقتلهم. لا اله الا الله. يعني هي ما سابتهمش مع ابوهم، ابوهم راح كم مره عشان يشوفها ضربوه. طب انا شايف في هاشتاج معمول الاعدام لقاتله جنه وحاجات كده وبتاع، ده المفروض القانون ده عقوبتها ايه؟ سعادتك التعذيب في الاماكن الحساسه بالحرق ده يعتبر زي القتل العمد، لان ده يسبب صدمه عصبيه تؤدي للوفاه. فدي عقوبتها الماده 230 عقوبات، دي عقوبتها الاعدام. ده قتل عمد. لان قتل عمد التعذيب اللي ادى الى الوفاه بوسائل وهي الحرق اللي بيؤدي بطبيعته للوفاه وفي مناطق حساسه تتسبب في الغرغرينه وتسمم الدموي. لا ده العقوبه الاعدام، القانون بيقول كده، الماده 230 عقوبات. طب ايه علاقه خالها بالموضوع؟ لان انا شايف اسمه برضو موجود في الهاشتاج. هو قبل ما نحضر لان احنا من يوم التحقيق الاول والتجديد وانا متبني الحمد لله قضيه جنى بدون بدون حاجة. لكن اللي حصل النهاردة ان بعض الناس قالوا الوالدة ده هي متعرضة، هو كفيف انها تعرضت للاغتصاب. طبعا ده كان وجه اعتراضي، يا جماعة احنا مش عايزين نقتل جنة مرتين، مش عايزين نقتل اماني مرتين، ما يبقاش هم تعرضوا للتعذيب واحدة فيهم اتقتلت ونقتلهم في سمعتهم كمان، لازم يبقى عندنا دليل لكده. إخوالها دول واحد 13 سنة، واحد 15 سنة، واحد 17 سنة، 19 و15 و14، دول تم اتهامهم في الشرطة. وأماني جت تم عرضها على لجنة من أطباء النساء أثبتوا عدم تعرضها للاغتصاب. ده الورق، ده التقرير اللي بيقول كده. يا ساتر يا رب، حاجة يعني شيء بشع. اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده هو قتل الجنة والأماني تاني. يا جماعة عقوبة صفاء هي الإعدام بدون ما احنا نبالغ ونقول في واقعة تانية. أكيد. لأن أماني دي 6 سنين، يعني بكرة وبعده هتكبر وهتبقى. أكيد يا فندم، وإحنا يعني بنحييك إن حضرتك متبني القضية دي.